فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقولكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا منظم بيكون خاص للحمام، تقدري ان انت تثبتيه على جدار الحمام بالشكل ده وتنظمي عليه الصابون اللي بتستخدميه. بعد كده عندنا طبق متعدد الاستخدامات، تقدري ان انت تستخدميه في تنظيف وغسيل الفاكهة او الخضار، وكمان تقدري ان انت تستخدميه كطبق تقديم. بعد كده عندنا اداة لتقليب الطعام، الاداة دي طبعا بتكون عملية جدا بتساعدك جدا في الطبخ، خصوصا لو بتعملي اكلة محتاجة للتقليب بشكل مستمر، وطبعا بتقدري تحددي السرعة بتاعتها. بعد كده تعالي شوفي معايا باسكت المكتب، الباسكت ده عبارة عن سلة للنفايات بس بيكون شكله كيوت كده، تقدري تثبتيه على المكتب او الكومودينو او رخامة المطبخ وترمي فيه المناديل او مثلا اي حاجة تفيد منك من الاكل، وطبعا بيكون موجود منه الوان واشكال تانية جميلة كتير، بيكون شكله كيوت قوي وبسيط. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صناديق للتنظيم، تقدري طبعا تثبتيها على الجدار بكل سهولة عندك وتقدري تنظمي عليها مختلف ادوات ولوازم المطبخ او تستخدميها في تنظيم ادوات ولوازم الحمام، يعني تقدري تستخدميها بكذا طريقة مختلفة. وهنا عندنا الصندوق ده، تقدري طبعا ان انت تنظمي فيه الكمامات بالشكل ده او تقدري تنظمي فيه المناديل وتثبتيه عندك على المكتب، وهو بيكون متوفر منه كذا لون. وهنا معانا قطعة الخضار الاربعة في واحد الكهربائية، وطبعا بتشتغل عن طريق الشحن USB، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي التوم والخضار واللحمة والفراخ، وبيجي معاها 2 مضرب للبيض. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المعلقة الشفاطة في نفس الوقت، وهي بتكون مخصصة طبعا للعصاير. وهنا عندنا أداة التنظيف أو الممسحة، وهي بيكون متثبت عليها قطعة من القماش تقدري تشيليها وتغسليها وتركبيها وتنظفي بيها مختلف الأسطح اللي عندك بكل سهولة. بعد كده عندنا الجهاز المميز ده اللي تقدري من خلاله تنظفي وتغسلي وتصفي كمان جميع أنواع الفاكهة والخضار اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض معانا هنا بقى القشرة الجميلة دي، تقدري ان انتي تقشري بيها مختلف انواع الخضار زي الخيار والجزر والبطاطس. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة دي، والاداة دي طبعا بتساعدك ان انتي تعملي بيها السجق وتحشيه بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا جهاز الطبخ على البخار، طبعا الجهاز ده عبارة عن حلتين، اول حلة تقدري تسوي فيها الاكل على البخار، والحلة اللي بتبقى في القاعدة دي تقدري ان انت تعملي فيها اي شوربة او اي طبيخ او تقلي فيها اي حاجة انت عاوزاها. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى بالفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك، وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي،
ولو عاوزة تشوفي أدوات منزلية وحيل وأفكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. هنا عندنا الجهاز ده، وهو عبارة عن جهاز للتدفئة والتهوية، وطبعا بيشتغل بالكهرباء. تقدري ان انت تستخدميه لتجفيف مختلف انواع الأحذية. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على الجدار في الحمام او أوضة النوم، وتقدري تنظمي عليه ادواتك زي الشامبوهات او الكريمات او العطور. هنا بقى عندنا مقشرة الفواكه. القمر دي بتبقى خفيفة وسهلة جدا في الاستخدام، تقدري ان انت تستخدميها في تقشير الفواكه اللي بتبقى عندك. بعد كده عندنا مصفى لحوض المطبخ، وهي مصنوعة من السيليكون وقابلة للسحب عشان تتناسب مع الفتحة الخاصة بتاعت حوض مطبخك. بعد كده عندنا عصارة البرتقان اليدوية اللي تقدري من خلالها تعملي عصير البرتقان الفريش. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الأداة اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار وتثبتي عليها أدوات ولوازم المطبخ وأدوات الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، والقطعة دي تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الفواكه اللي بتبقى موجودة عندك، وكمان تقدري ان انت تستخدميها في تقشير الثوم وتنظيف الخضار، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. وبعد كده عندنا المنشر ده، وهو بيبقى بشماعة تقدري انك تثبتيه عندك في اي مكان وتنشري عليه الشرابات والملابس الداخلية والأحذية وأي حاجة بيبقى صعب عليكي تنشريها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الأداة اللي تقدري تجففي وتصفي بيها مختلف أنواع الفاكهة والخضار اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. بعد كده عندنا المنظم ده اللي تقدري تثبتيه عندك في الدولاب وتقدري تنظمي عليه الملابس الداخلية او البندانات او الشرابات. بعد كده بقى عندنا الاداة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الحوض وتصفي فيها بواقي الاكلات اللي بتبقي هترميها عندك، وطبعا تقدري ان انت تستخدميها كمنظم لادوات ولوازم تنظيف المواعين. بعد كده عندنا الزعافة او المنفضة اللي تقدري تتحكمي في طولها وتقدري تنظفي بيها مختلف الاسطح والادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي بيجي عبارة عن 3 أرفف، تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ وتنظمي عليه مختلف ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل والزيوت، وكمان تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه لوازم وادوات الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الاحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. وبعد كده هنا عندنا الأداة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها الخضار زي الفاصوليا او الفول الاخضر او الفلفل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدري من خلالها تقطعي جميع انواع الخضار اللي بتبقى عندك بالشكل الزجزاج ده. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التثبيت اللي تقدري تثبتيها عندك في الحمام وتقدري تنظمي عليها الشباشب او تقدري تستخدميها في تنظيم الفوط اللي عندك. وبعد كده معانا الطبق المقسم على 6 أطباق بمصفى، تقدري ان انت تستخدميه مثلا في الوقت اللي بتعملي فيه الاكل وتجهزي فيه كل الخضار اللي هتحتاجيه وانت بتعملي اكلك، او ممكن تستخدميه كطبق تقديم للفاكهة او الخضار زي الجرجير والخس والبصل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي اللي تقدري تثبتي عليها كارورة المية
وبتساعدك ان انتي تستخدمي المية من القارورة بكل سهولة. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انتي تقدري تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. طبعا انتي اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده، اول طريقة لو انتي عاوزة طريقة معتمدة، فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية، فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية، وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة، فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.